انا نقط ايه حددت بقى بالقلم ده كده البادي ده. هبدأ بقى ايه اللي انا هنقص الكمام برضو بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها ايه ده البادي ده عود. وبعد كده هبدأ بقى انا ايه عشان اطلع من ده السوفت برو. فهنعمل معاكم الفكرة بقى ايه دي دلوقتي يعني. هبدأ ان انا اقص كده ايه حتة صغيرة وبعد كده هعمل زي ما عملت في ده ايه بالظبط. انا هقص بقى ده هوت الكمام تحته وبعد كده نرجع تاني واوريكم بقى ايه هنعمل ايه تاني. دلوقتي حبايبي بعد ما قصيت الكمام هبدأ بقى ايه انا هوت عملت بالقلم اللي علمت كده بالقلم الرصاص يعني من عند من اول الرقبة دي كده من هنا وعملت بقى ايه يعني عملت فتحة بس كده اهوت عشان ايه ابدأ ان انا ايه احدد عليها ونشوف برضو الشكل ايه دلوقتي عشان اطلع بقى ايه نوريكم الشكل اللي انا هعمله. فانا دلوقتي همشي بقى عليها كده بالمقص. طبعا هي دلوقتي ممكن التحديد بالقلم مش باين ايه معاكم عشان الكاميرا. فانا دلوقتي يعني هيبان دلوقتي الشكل اللي انا ايه هعمله لما اقص. بص كده اهوت طيب انا بقص الناحيتين مع بعض ده مش ناحية واحدة. لما تيجي تحددي بحددي بقلم رصاص بلاش الجاف. انا هنقصها دلوقتي عشان مطولش عليكم ونرجع تاني. كده حبايبي انا كده قصيت الرقبة اهيت دي كده اللي انا طلعتها. وده كده بقى ايه اللي هو السوفت برو اللي انا قلت لكم عليه. هو انا قصيته وهو بيبقى نفس الشكل كده اهوت. هقول لك برضو على حاجة اهيت هي طبعا انا محددة العلامة بتاعته. هي العلامة بتاعته بتبقى المقاس بتاعه لحد هنا كده. طبعا هي كده الفكرة ايه وصلت لكم. انا عايزة اعمل ايه هو بيبقى بنفس الشكل كده ده كده ملابس ايه داخلية للحريق. نعم. فطبعا ايه احنا طلعناها من بادي من بادي ما بيتلبس مركون. نعم. فطلعنا منه اللي هو الفكرة دي كده هو. على فكرة هو ممكن ايه نفس لحد هنا كده بتسيبي ايه يعني بتسيبي سنتي يعني. طبعا هو الشوية دول كده اللي هو المفروض ايه هيتقصوا ما يعني بتسيبي سنتي وبعد كده بترجعي ايه اللي انتي ايه بتتني الشوية دول. بس انا لما عملته بصراحة ويعني وانا كده مش هقص منه ايه حاجة يعني. انا كده لما قسته دلوقتي فلقيت اللي هو المقاس بتاعه يعني مظبوط مع اللبس. فبيبدأ الشوية الزيادة دول يعني ما بيعملوش حاجة يعني هو كده ايه يعني مش هقص منه اي حاجة. فبصراحة الفكرة ديت فكرة روعة جدا. هنا بقى هنيجي بقى من هنا من على الاطراف. الاطراف ديت بتبدأي ايه بتتنيها بقى على مكنة كده مكنة خياطة كده هوت او بالغرزة السحرية او عايزة توديهم مثلا ترفيهم عند حد تسرفي ليهم فممكن برضو. بس هي يعني هيتخيطوا يعني مش هياخدوا حاجة من هنا برضو. يبقى
اللي هي الفتحة دي كده اهوت، هتتني الاطراف بتاعتها، ومن هنا برضو ايه، من هنا كمان. نعم، ممكن على ايديكي تعملي الغرزة السحرية، هتبقى حلوة بصراحة، الفكرة دي هتروع. هنا كمان بقى في ايه، لو انت عايزة هقولك برضو ايه على حاجة. طبعا انا وريت لكم ما اللي هو المعصم تلبسوه ازاي، يعني باتنين طريقة. لو الطريقة اللي انت هتلبسيه زي نص جوانتي كده هوت، يبقى انت هتخليه بنفس الايه، بنفس الطول ايه ده هوت كده يعني. فلو انت مثلا عايزة تلبسيه اللي هو بقى ايه، اللي هو زي اللي بره بقى، اللي هو بيتباع، هو بيتباع يعني، في بيبقى في منه اتنين طريقة زي ما قلت لكم. ما اللي هو ده كده اهوت، يبقى انتوا هتلبسوه لو بنفس الطريقة يا بنتي عايزاه بنفس الطريقة كده. فا ايه، فانا هعمل لها بقى ايه، هعمل لها فتحة من هنا كده، ويبقى يتلبس بنفس الايه الطريقة. لو انتوا مثلا عايزين تلبسوه يعني ايه، دي يعني لحد هنا كده زي البلوزة دي كده اهوت، فهتعملوا بقى ايه، هقول لكم بقى على الفكرة ديت. يعني بتيجوا ايه، بتقصوا شوية دول كده اهوت، يعني هو المقاس ده كده كويس ماشي، يبقى شوية ايه، يبقى هو كده الطول ايه، الطول بتاعه ايه كده. فهتقصوا بقى ايه، هنقص الشوية دولت، هتيجي بقى عند الرقبة ديت. طبعا هي الرقبة ديت فيها ايه، استك ماشي. فهنبدأ اللي احنا هنقص الشوية دول كده اهوت، هعملها معاكم عشان اوريكم برضو تعملوا ايه. طبعا هنقلبها كده اهوت عشان نبدأ اللي احنا ايه نقصها. طبعا هي في هنا ايه سلفلة، احنا مش عايزين ايه نيجي ناحيتها، احنا انا بقص من تحتيها بالظبط. بقى الحته دي كده ملهاش لازمه، انا خدت كده الايه اللي هي الرقبه، الرقبه ديت بتبقى ايه استيك، شايفين ما بتبقى حلوه. هبدا بقى دلوقتي اللي انا ايه هقسمها، لان هي ديت كده هعملها بقى ايه تبقى استيك من هنا. فانا هبدا ان انا افتحها من هنا نصين. وهبدأ اللي انا اخد ديت ايه كده. بعد انا ما قصيتها كده اهوت، هبدأ بقى اللي انا ايه يعني بتعمليها بقى ايه كده اهوت، بتقفليها ايه مع بعض، وبعد كده بتيجي بعد كده اهوت يعني بتقصي بقى شوية دول كده، وديت بقى ايه بتحطيها يعني ديت ايه بتعمليها بقى ايه من هنا كده، تبقى نفس الطريقة كده اهوت. فهي كده الايه الفكرة كده ايه وصلت لكم. طبعا انت لما بتيجي بتخيطيها بتتشد، شايفين بتتمط. عشان لما تلبسيها تبقى ماسكه ايه على ايديكي. فانا هنقعد بقى ايه هنقص كده شويه، لان انا هخلي واحد طويل واحد كده، نجيب الكم التاني كده عليه.
كده انا قصيت بقى الطول ده اهوت. حابه ايه بعد كده اهوت؟ بتبداي اللي انتي بتتني برضو تانية صغيرة كده اهوت، تانيتين كده اهوت. بعد كده برضو بتخيطيه بنفس الطريقة اللي انا قلت لك ايه عليها، اللي هي الغرزة السحرية. تقدري اللي انتي برضو تشوفيها على النت هتتعلميها على طول، او تقدري اللي انتي تخيطيها ايه على المكنة. فماشي، فبعد كده بعد ما بتخيطيه بتتني الاطراف ديت، بتجيبي بقى ايه ده اهوت، اللي هي الرقبة اللي احنا قصيناها، اللي هي ايه زي الاستيك، شايفين بتتمط ازاي يعني هيت. هتيجي بعد كده هتقفلي الطرفين دول كده ايه على المكنة من هنا كده او على ايديكي. بعد ما هتقفليهم هيبقى بصوا عاملة ازاي معانا. هتبدأي بعد كده اللي انت هتركبيهم ايه من هنا كده. طبعا وانت بتقفلي بتحطيها كده اهوت ايه، يعني بتثبتيها كده اهوت، عشان برضو ايه اوريكم برضو ايه حاجه. طبعا بعد ما بتكوني تنيتي الاطراف بتحطي دي كده على اول المكنه، وبعد كده بتبداي اللي انت ايه بتشدي ده كده عشان ده استك، بتشديه وتخيطي ماشي. فبيديكي بقى ايه الشكل بتاعه، هيبقى عامل زي الكم من تحت من هنا، هيبقى شكله جميل جدا. يعني هيبقى من فوق ومن تحت كده بنفس الطريقة. يبقى كده دي كده طريقة الايه اللي هي خياطة المعصم. وكده ده انا كده عملت بقى معاكم اللي هو السوفت برو. بصراحة يعني جميل جدا، وكمان اللي انت توفري يعني تطلعي بقى ايه حاجات. انا كده ايه عملت منه اتنين اهمت بنفس الطريقة، ووريتكم ازاي اللي انت ايه تخيطيه. يعني انا ما عملتش معاكم خياطة عملي، بس طبعا ايه عشان ما اطولش بس الفيديو. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم ايه منه. زي ما شفنا بصراحة يعني تحفة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. ما منتظر اعرف رايكم كده حبايبي في التعليقات، لان رايكم يهمني جدا جدا. يبقى كده انا عملت معاكم الفكره ديت، وبرده الفكره دي كمان برده جميله جدا جدا برده اللي هي ديت اللي احنا ايه اللي احنا سبناها زي ما هي، يا دوبك قصيت منها الكمام. ما ممكن برده يتلبس بنفس الطريقه كده برده. منتظر اعرف رايكم كده حبايبي، لان رايكم يهمني جدا جدا. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت كده تدعمونا كده بالاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. ويا ريت كده اللي انتوا لايك والشير، ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه، لان اللايك بيرفع الفيديو. وبحبكم جدا جدا في الله حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.